معنا من البحرين المتسابقة الأخيرة نادية إسماعيل. يا أهلا. لا سبيل للتغيير دون أن يكون هناك أناس مبادرون قتلوا الأنا التي بداخلهم وعاشوا لأجل الآخرين. أنتم جميعكم مصدر إلهامي، منظمين، مشتركين وحضور. شغفكم للتغيير يلهمني. أستذكر هنا كلمة اتفق عليها المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ عندما قالوا إن إنسانية الإنسان لا تتحقق إلا برعاية والعناية بالإنسان الآخر. في الساعة 5:30 يومياً أستيقظ صباحاً، ألبس ملابسي، أشغل سيارتي، أذهب لعملي، ومن ثم أقوم بمهامي الوظيفية وأرجع مرة أخرى إلى المنزل. أنام إلى الساعة 5 وأستيقظ مرة أخرى، أقوم بمهامي المنزلية وأخرج خارج المنزل وأقضي بعض مشاوري الخاصة. ولكن لأجل ماذا؟ لقد نسيتكم جميعاً، أنتم يا من في حياتي، عائلتي ومجتمعي وعالمي. عشت فقط من نفسي ولنفسي، لا لأجل أحد، لنفسي فقط لا غير. في كل مكان تحاصرنا الأزمات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والعائلية، نناقشها في كل حين في كل الميادين التي نجلس فيها، في البيت، في العمل، حتى عندما نخرج في رحلة ترفيهية. فهذه الأزمات تكون هي المنطوق الأول لجلستنا جميعا، ولكن كلها تصب في قالب واحد، إنها العالم الخارجي. فأنا لا أرى إلا ما ينطق، لا أسمع إلا ما ينطق به لساني، ولا أرى سوى زاويتي المفضلة، ولا أقبل صوت يخالف صوتي. ثم إن حروفي مقدسة وريشتي خلاقة، وفي فمي ملعقة من ذهب. لذلك جميع هذه الطرق والأساليب اتخذتها فقط لغاية في نفسي توصلني لمآربي الشخصية. لذلك فرأيك أنت هو سبب الخلاف الذي بيني وبينك، وأنت الأخرى الزاوية التي ترين منها جميع الأمور لا تهمني، واتجاهك لحل أي مشكلة بيني وبينك هي ليست من شأني وليست من اختصاصي. وبصراحة أنا أقاطع حديثك واتجاهك لأنه يصعب علي الوصول لما أريد، إنه يصعب الوصول إلي لأهدافي. لذلك لم نعد نستغرب إن كنا رأينا سوء الخلق أو المبادئ، فكل عالمنا مختلط، كله مختلط. جميع أمورنا أصبحت مجرد نسخ لصق. هكذا اغتصبنا الإنسانية. لذلك اكتشفت الآن أن صناعة الرجل الآلي لم تكن عبث. نحن جميعا رجال آليون ونساء آليون، خلقنا فقط لأجل هدفنا نحن لا لغيرنا. جميعنا مطوعون لخدمة أهدافنا. لم نعش قط لأجل الذين من حولنا. لم أفكر فيك، قد تناظرني الآن، ولكني لم أفكر فيك قط. فكرت في نفسي أنا،
لذلك نحتاج نحن في وطننا العربي نكسر الآن الجاهلية الغاضبة المفعمة بالأهداف الشخصية. يجب أن نكسرها، نحطمها، كي نخلق مجتمع مدني متساوي نستطيع أن كل واحد منا أن يخدم الآخر. لذلك نحن بحاجة لأن نعيش لنحيا، لا كما تعودنا أن نحيا من أجل أن نعيش. لذا نحن بحاجة لأن نسمع، قفوا لوهلة، اسمعوا فقط، اتركوا هذا اللسان يسكت. توقف، توقف أنت، لا تجرح نفسك أكثر. فجميع التشريعات والقوانين الإلهية والوضعية فيها قتل النفس حرام. نحن بحديثنا، بحديثي معك، قد أقتل وأجرح نفسي. لذا لا سبيل لأن تعرف أنت وأنت وأنت يا من تصورني، نعم أنت، بأنه لا سبيل للتغيير دون أن نكون نحن هنا بذور وبراعة مناظرة منتشرين في جميع الوطن العربي نحقق أهداف بعضنا. وسأبدأ أنا بنفسي. تحياتي لكم.